معركة الماراثون. منذ 25 قرنا تارى الأيونيون الذين كانوا يعيشون حول مدينة أثينا ضد السادة من الفرس، وساعد الأثينيون والأثرانيون جيرانهم الأيونيين، ولكن مساعدتهم لم تكن ذات جدوى. وبعد أن أخمد الفرس الثورة وتغلبوا عليها، أمر داريوس إمبراطور الفرس قادة الجيش الفارسي أن يستبعدوا أهل أيونيا وأهل أثينا. لقد تمكن الفرس من هزيمة أيونيا والتغلب عليها، وشرعوا في التفكير في قتال الأثينيين الذين كانوا يساعدون أيونيا، واتخذ الجيش الفارسي موقعا لبدء الهجوم ضد أثينا عند مشارف وادي ماراثون بالقرب من ساحل البحر على مقربة من أثينا. ولكن اليونانيين لم يركنوا أبدا للاستسلام. كان ميلتياديس قائد الجيش اليونان مطمئنا إلى حماية سلسلة من الجبال لأحد جوانب جبهة جيشه، وقام بعمل هجوم سريع على سفوح التلال المواجه للبحر، وسحقت قوة الفرسان لأجنحة جيشه مشاة الجيش الفارسي وأطاحت بصفوفهم واضطرتهم إلى التراجع نحو البحر، وقتل اليونانيون قائد الجيش الفارسي. وعندما اكتمل النصر لليونان عاد الأثينيون إلى مدينتهم، وكانوا على أتم الاستعداد للقضاء على أي هجوم آخر للفرس. قتلت معركة ماراثون معركة هامة حاسمة يشار إليها في تاريخ العالم، حيث إنها قد وضعت حد لأطماع التوسع الفارسي غربا في أعماق جنوب أوروبا. ومباريات الماراثون التي لا تزال تمارس حتى الآن، وهي مباريات في الجري لمسافات طويلة، قد اكتسبت تسميتها من حقيقة فيديبيديس، وهو أحد أبطال العدو لمسافات طويلة. كان قد شرع في الجري لكي يسبق الجيش اليوناني المنتصر ليحمل خبر الانتصار اليوناني على جيش الفرس إلى العاصمة، وقد جرى لمسافة 22 ميل بين ماراثون والعاصمة أثينا، ثم سقط على الأرض يلتقط أنفاسه الأخيرة ويقول وهو متقطع الأنفاس وقد تملك منه الإجهاد والضعف: أبشروا وابتهجوا، لقد انتصرنا على. وكلمة ماراثون في عصر الحاضر تشير إلى سباق الجري بمسافة تبلغ 42 كيلومتر تقريبا، ويطلق عليه أحيانا سباق اختراق الضاحية، وأصبح هذا السباق ضمن الألعاب الأولمبية منذ سنة 1896 ميلادية.